ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. هذا صراط مستقيم.
فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا آياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. صدق الله.